السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاذ الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. معنا فيديو النهاردة، صوت غريب في الموتور. والعطل قد يكون نادر في بعض الأوقات، يعني عطل بيحصل قليل خالص. التروسيكل اللي معانا ده هو تروسيكل سي ام جي، جاي فيه صوت كركبة جامدة في الموتور. كركبة صوته عالي جدا. هندور مع بعض كده ونسمع، وعايزك تقول لي ايه رأيك في التعليقات. اسمع كده معايا صوت الموتور وشوف الصوت ده جاي منين. قول لي ايه وجهة نظرك في الصوت اللي طالع في الموتور ده. اسمع كده صوت الموتور، شايف؟ سامع كده الصوت؟ صوت كركبة جامد طالع من الموتور، وبالتحديد من ناحية دش الكهرباء. طبعا كل ما بتزود بنزين كل ما الصوت بيعلى، بيزيد معاك القماش، وده طبعا مأثر على عزم المكنة وسرعتها. هنبدأ نفك المكنة مع بعض ونشوف حاجة حاجة أو قطعة قطعة، ونختبرها مع بعض ونشوف الصوت ده هو جاي من فين وإيه السبب فيه. هنبدأ أول حاجة بيها، هنفك المسامير بتاع وش التكهات. وبعد ما فكينا المسامير هنبدأ نرفع الوش بالشكل ده. هنبص هنا معانا على التكهات، هنلاقي التكهات مبوشة بس حاجة بسيطة خالص، بس ما هتعملش معانا الصوت اللي كان في المكنة، لأن مش صوت تكهات أساسا. هنبدأ هنا نفك عروس التكهات. طبعا احنا بنفك حتة حتة أو قطعة قطعة لحد ما نوصل للصوت اللي احنا سمعناه في الأول. وبعد ما فكينا عروسة التكهات بالشكل ده هو، هنبص في العروسة هل في حاجة مكان الشواكيش، مكان السياخ، او في مكان في واحد مكسور مثلا. لا، مفيش اي مشاكل. هتبدأ بقى تبص على السياخ، هنبص نلاقي السياخ بتوع التكهات سلام، مفيش فيهم اي حاجة كده. احنا هنبدأ نفك برضو مسمار الشواكيش، وهنرفع وش السلندر خالص ونشوف. وبعد ما فكينا مسمار الشواكيش هنبدأ نفك الأربع جوايط بتوع وش السلندر عشان خاطر نرفع السلندر. هتفكهم بالطريقة دي عادي كده لقمة 12، وهتبدأ تفك الأربع صواميل أو الأربع جوايط دول. وهنا بعد ما فكينا الأربع صواميل هنبدأ نفك الرغبة بتاعت الكربراتير، سمولك البست بتاع الكربراتير، عشان خاطر نرفع وش السلندر خالص. طبعا احنا فكينا الشخمان وطلعينه من مكانه. هنبدأ بقى نرفع وش السلندر بالشكل ده أو الخزنة. كده رفعنا الخزنة أو وش السلندر، وهنبدأ نبص هنلاقي هنا في زيت جامد حوالين الصبابات بالموضع اللي انت شايفه ده هو، وده بيجي على ان دليل الصباب أو الجلدة بتاع دليل الصباب ممكن يكون فيها تسريب برضو، دي عادي مش مشكلتنا. وهنا هتبص هتلاقي كمية زيت كبيرة على البست، وده ده هيدل على ان الشميزة او السلندر ده هو فيه تسليق جامد، وده نتيجة لان صاحب المكنة دي او صاحب التروسيكل ده اتأخر عليها جامد في غير الزيت، او قد يكون اشتغلت فترة من غير زيت،
يومين ثلاثة مثلا ولا حاجة، وكان الزيت فيها قليل ما مزيتش المكنة كلها، فعمل التجريح وتسليخ معانا في وش السلندر، فبقى وش السلندر يهرب زيت بالطريقة اللي انت شايفها دي، كمية زيت كبيرة طالعة على المسمارين بسبب القصة دي. وهنا فيهم واحد 11 مخروط، دايما نقول وش محدش متأخرش على غير الزيت واهتم بالمكنة غير الزيت أول بأول. كان نرفع السلندر بالشكل ده ونبص على الزيت روح المكنة، طول ما الزيت عند البستم برضه سليم المكنة هتبقى معاك ماشية مية شوف مية. هل التالي بتوع البنز بتوع البستم مراقبين إن اتأخرت بغير الزيت وسكت على المكنة، المكنة طبعا بص على طبيعي الشوكيش. لو بصينا هنا هنلاقي الشميز متسلخ جامد أهو، مرة تلاقي المكنة بهذا الزيت وشغالة من غير زي ما احنا قلنا، هتبهدل معاك الدنيا خالص. بص على الشوكيش هنلاقي الشوكيش سليمة مفيش فيها أي تجريح ولا أي تآكل، ولكن هنا معانا تسليخ جامد اهو في وش في السلندر. اما عندنا الشواكيش فالشواكيش سليمة مفيش فيها اي مشكلة. هنيجي نبص هنا على ترس التكسيمة، واول ما هنبص هنلاقي الترس ثابت مفهوش اي بوش، ركز معايا. وهنا البستم البنوز بتوعه او التالي بتوع البنز راكبين فيه تمام. هنبدأ نرفع البستم ونبص على العمود البي ال ونشوف هل فيه لقة، هل فيه تبويشة ولا ما فيهوش. البستم هو معانا شاحط برضو نفس الوضع اللي في السلندر بالظبط. هنيجي هنا نبص على عمود البي ال ونشوف هل في بوش جامد يعمل معانا الصوت ده ولا لا، مع ان الصوت برضه مستبعد انه يكون من عمود البي ال، ولكن انا بوريك بس احنا بنتعامل ازاي في موقف زي ده. هو ازاي تتعامل في موقف زي ده، هو هتبدأ تشوف ايه وتفك ايه لحد ما توصل للعيب اللي عامل معاك الصوت ده هو كله. هنا لو بصيت على ترس التكسيمة وركز معايا هتلاقي الترس سليم مفهوش اي لقة، واسنانه برضو نوعا ما سليمة، مش مفيش سن مكسور فيه ولا حاجة ولا سن متعضعض جامد، لا حاجات خفيفة خالص مش هتعمل معانا الصوت اللي انت شايفه ده. ولكن استنى ركز معايا وشوف، لان الحتة اللي جاية دي هي اللي فيها الفايدة. هنبدأ نفك هنا وش الكهرباء، هنطلع الاول الغلة بتاعت المارش او الغطا بتاع ترس المارش، وهنبدأ نفك وش الكهرباء. هنسحب وش الكهرباء كده لبره تمام. وهنبدأ برضو بعد كده نرفع الجوان ده هو، وهنا ركز معايا احنا كده بدأنا نوصل للعيب اللي احنا فكين عشانه. هنا لو لاحظت معايا في البنز بتاع الترس التكسيمة هتلاقي البنز غاطس لجوه، وده ان ده اللي بيدل على ان مكان ترس التكسيمة من جوه مش من بره، هنا متاكل في الكارتيره، فبالتالي الترس الكبير النازل لجوه عامل فرق معايا بينه وبين الترس بتاع التكسيمه اللي راكب على الحداف، يعني واحد فيه من جوه والتاني بره، فاسنان مش مقابله ببعضيها كويس. وهنا استنى هنرفع المغناطيسه عشان نتاكد كويس ونشوف برضه هل هو ده السبب ولا لا. لاحظ هنا كده البنز ساقط لجوه، نازل لجوه زياده عن اللزوم، وده طبعا هيخلي معانا البنز يلف باستمرار. هنا لو لاحظت ان الترس اهو البنز غاطس لجوه، فبالتالي مع لف الترس التكسيمة هنبص نلاقي البنز نفسه معانا بيلف. وهنا مسمار ترس التكسيمة ده مربوط على مسمار 10 وصامولة من بره، لان كان مكان المسمار بايظ والمسمار ده راكب له من جوه، ومسمار فكرة كويسة وعملية وبيشتغل وبيدي اداء مظبوط من غير ما تخبط له مسمار ولا حاجه، بتجيب مسمار 10 وبتركبه من جوه وبتربط الصامولة من بره عادي.
هنا بص لاحظ كده معايا، بص كده البوش الجامد اللي احنا لقيناه هنا ده، شايف بوش جامد فوق ما تتخيل. وطبعا البوش ده هو طول ما المكنة شغالة شغال يروح ويجي بنفس الوضع اللي انت شايفه ده، هو مع ضغط الحركة البنز ده بيبقى بنفس الحركة دي اللي انت شايفها، فبالتالي بيعمل معانا الخبطة اللي احنا شفناها دي في الاول. وكل ما انت بتزود بنزين بتبص تلاقي ايه صوت المكنة عالي بزيادة. شايف البوش قد ايه؟ بوش جامد، بوش جامد جدا في المنطقة دي، وده برضو بسبب الاهمال في الزيت، لان الترس ما بيبقاش فيه زيت بالتالي بيكفش في البنز ويبدأ يلف مع بعض يعمل معانا الصوت ده هو، ويوسع معانا مكانه في الكارتيرة. هنا الترس سليم، ولكن المشكلة عندنا في البنز بتاع الترس او في القاعدة بتاعة البنز بتاع ترس التكسيم. هنا فيها بوش جامد وفي تآكل جامد مكانها هنا من جوه ومن بره. هتبص هنا برضو من جوه هنلاقي في تآكل جامد، وده برضو بيخلي الترسين ممسنترينش قصاد بعض. بص كده هنا في وردة محطوطة، وبرضو الوردة ما عطيش الأداء المظبوط، المكان متاكل زيادة، الشفة بتاعت الترس دي متاكلة زيادة عن اللزوم، فالوردة برضو ما عملاش معانا الأداء المظبوط، أو الوردة رهيفة فما جايباش المسافة. ده بجانب برضو الوسع اللي في مكان الترس من بره. والهدف من الفيديو ده هو انك انت ما تستبعدش اي حاجة، انت واثق ان الصوت طبعا الاول الصوت من البداية الصوت كان باين انه من ترس التكسيمة، ولكن العيب مش كان في الترس نفسه، في البنز. فاللي انا عايز اوصله لك انك انت افحص العطل كويس وما تستبعدش اي حاجة، دور كويس وافحص عطلك كويس، وان شاء الله هننزل لكم فيديو عن حل لمشكلة الوسع بتاع البنز ده هو قريبا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.